هل صحيح أن حدوث الصواعق بسبب رؤية الشياطين عند هطول الأمطار؟ ليس لهذا أصل. الصواعق يرسلها الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده وينتقم بها ممن يشاء من عباده، كما قال تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الصواعق من أمر الله سبحانه وتعالى، وهي تخويف لعباد الله عز وجل. قال تعالى: ويريكم البرق خوفا وطمعا. فهذه نذر وآيات وعبر يخوف الله بها عباده. نعم.